امبارح كان لافت كلام وليد جنبلاط، السيد وليد جنبلاط، لما توجه الى هوكستين وتوجه الى الوزير الايراني عبد اللهيان بلهجه وصفت بانها عاليه السقف، انه وكانه كان في اتهام للولايات المتحده الامريكيه ولايران بانها من تعرقل الرئاسه اللبنانيه، سائلا اياهم وين ملف ترسيم بعبده. برايكم اليوم انطلاقا من كلام جنبلاط امبارح، الاشتباك الايراني الامريكي هو الذي اذا بدك يمنع حصول رئاسه جمهوريه اي جمهوريه بلبنان؟ بعتقد بتقييم بسيط للواقع، كلام الرئيس وليد جنبلاط المباشر والواضح هالقد، بغض النظر اذا البعض بيوصفه عالي السقف او غير عالي السقف، لكن هو واقع الحال هو هيك. نعم، الاشتباك الإيراني الأمريكي أساسي بتأثيره على المعادلة اللبنانية، بغض النظر مين بيطلع بيقول إيران ما بتتدخل وأمريكا ما إلها علاقة وهالمحور ما إله علاقة وهالدولة ما إلها علاقة. نحن عايشين بهذه الحلقة اللي للأسف تدار شؤونا من خلال هالعوامل الخارجية كلها سوا، ومش خافي على حدا، يعني لا على المواطن ولا على السياسي، انه المفاوضات الأمريكية الإيرانية سواء متعثرة او متيسرة إلى انعكاسها هون بشكل لبناني. بس ليش شايفينها هلا متعثرة؟ يعني كلام وليد جنبلاط امبارح اوحى بانه متعثرة، بينما كثير من المؤشرات بالداخل اللبناني او الكواليس السياسيه، خليني اقول لك، وكلام الصحف وغيرها بتقول انه يبدو انه قطر وعمان يعني نجحتا في القيام بوساطه معينه للافراج عن عدد من الملفات العالقه، ويبدو انه الملف الرئاسي اللبناني سيكون من الملفات المنفرجه بالايام المقبله. هذه تخمينات برايك؟ هي تخمينات، لانه اولا كلام الرئيس وليد جنبلاط بالامس الواضح او شديد الوضوح هالقد هو كلام ما كان بس موجه للطرفين المعنيين الاساسيين امريكا وايران، هو كمان كان موجه للقوى السياسيه الداخليه. صحيح، بمعنى اذا نحن بدنا نترك الامر للخارج بشكل كامل، هذا الخارج بيعالج الامور على توقيته هو وعلى مصالحه هو، مش على توقيتنا ولا على مصالحنا. وهذا الكلام الموجه للجميع داخليا وخارجيا يمكن وصفه بشكل دقيق وبسيط بكلمة واحدة، بأنه الموقف السيادي الصرف، بمعزل عن الأطراف السياسية اللبنانية اللي البعض بيعتبر حاله سيادي على هذه الجبهة أكثر من الطرف الآخر، أو الطرف الآخر اللي بيعتبر حاله سيادي أكثر من خصومه. فجوهر الكلام بالأساس للقوى السياسية الداخلية، وهذه الدعوة المستمرة من لحظة انتهاء ولاية العماد ميشيل عون برئاسة الجمهورية، أنه كل الأطراف تعوا نعمل تسويتنا الداخلية وما نربط وضعنا الداخلي بكل هذه العوامل الخارجية. هذا الأمر للأسف لم يكن يعني له أذان صاغي من الأطراف السياسية اللبنانية، وبالتالي وصلنا إلى هذا المحل. كلنا بدنا ننتظر لنشوف الخارج شو بده يقرر، سواء أمريكا وإيران أو اللجنة الخماسية اللي كمان عم ينحكى عن طرح اليوم. هلا بنحكي فيه. بس على اي اساس انا بدي اسمع منك اليوم؟ دائما وليد جنبلاط عندما يتحدث استاذ ظافر بكون هو عم يستند على معلومات، ما بكون انه عم يتحدث فقط عم يطرح معادله سياسيه، بكون مستند على معطيات معينه. ما هي المعطيات التي استند عليها ليطلب من هوكستين وعبد اللهيان الافراج عن الرئاسه؟ نفس المعطيات اللي حلت موضوع ترسيم الحدود. شو يعني حلت؟ يعني ترسيم الحدود بلبنان انجز بدون تفاهم ايراني امريكي؟ سؤال. انه شطرنا قد ما بدنا بخطاباتنا الداخليه، اوكي في جهد داخلي، في عوامل داخليه، أوكي. بس اخر شيء بنهايه المطاف بالتقييم السياسي وبالمعطيات السياسيه الايراني والامريكي، الايراني والامريكي، نعم، هن الطرفين إقليميا ودوليا اللي سهلوا هذا الحل. طيب،
بكل واحد نفوذه اللي موجود على الساحة اللبنانية. معك أنا. هذه المعادلة. هذه المعادلة واضح إن منسحبي على ملفات واستحقاقات أخرى ومن رئاسة الجمهورية. معك أنا. بس عبد اللهيان إجا ما قال هيك. يعني فسر من كلامه لعبد اللهيان. بعرف ما رح يقول هيك. طول بالك طول بالك. فهم من جولة عبد اللهيان إنه إيران اليوم بغزله إذا بدك للمملكة العربية السعودية المبطن. وبلهجته التهدوية فهم من كلامه بأنه لا هو ليس يعني مش جاي لحتى يصاعد جاي لحتى يحل هيك فهم منه على الأقل صحح لي إذا أنا كنت غلطانة وفهم من هوكستين عندما أيضا الجانب الأمريكي قال بأنه علينا إنجاز الاستحقاق الرئاسي اللبناني كمان فهم منه أنه في قواسم مشتركة كرمال هيك أنا عم بسألك أنا معك بالمقاربة بس أنا مختلفة معك إذا بالمضمون إذا هو اشتباك أو التقاء لا واضح انه ما كان في التقاء بالعكس الزياره كانت زياره تنافسيه مش زياره التقاء بين الطرفين واضح جدا لانه الملفات العالقه بين الطرفين عديده مش بس الموضوع اللبناني الموضوع اللبناني احد مظاهره احد مظاهر هال اذا بدك شد الحبال بين الطرفين بتقولي لي المفاوضات بيناتهم ممكن تروح إيجابا بالعديد من الملفات وتنعكس إيجابا هون ربما لأنه شفنا كمان الأسبوع الماضي واللي قبله الإفراج عن بعض الحسابات المالية لإيران تماما. بقرار أمريكي تماما. هذه المفاوضات بتصير يمكن على القطعة ملف قبل ملف وموضوع قبل موضوع وحساب قبل حساب وساحة قبل ساحة هذا كله واقع الحال هلأ نحن عم ندعي أنه نخرج لبنان من هذه الدائرة كقوة سياسية داخلية لبنانية لأنه ما فينا نربط وضعنا بالكامل بتطور هذه المفاوضات سلبا أو إيجابا بعتقد حتى الآن هذا الموضوع ما له أي يعني منفذ عند القوة السياسية اللبنانية للأسف طيب. ما تنسي كمان ما تنسي إذا عم نحكي عن هال الاشتباك الأمريكي الإيراني رغم كل ما يحكى عن مفاوضات سواء بوساطة عمانية أو غيرها ما تنسي اللي عم يصير بسوريا كمان ما تنسي اللي عم يصير على الحدود السورية العراقية هي كلها برجع بقلك بإطار مفاوضات يمكن بنهاية المطاف توصل لتسوية بس كلها عملية شد حبال نحن عم نكون جزء منها